مساكم الله بالخير وحياكم الله في ديوانية التلفزيون لكل مشاهدين تلفزيون الكويت. أهلا وسهلا فيكم. اليوم الحوار راح يكون اقتصادي تنموي ونتكلم عن توجهات الكويت وفكر مختلف عن اللي احنا عادة شفتونا نناقشهم. دكتور عادل ويقايا مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. ساعة المباركة. الله يسلمك يحييك. حياك الله. ونرحب أيضا بمشاهدين البرنامج. أهلا وسهلا فيك الله. وعندنا طبعا زميلنا مهندس عمران حياة أبو أحمد. مساك الله بالخير. هلا أبو مشاري. مساك الله بالنور. طيب يا هلا. الله. مشكورين على الاستضافة. الحمد لله. أنا مستانس إني شفتك بعد مدة وإن أنت الحين قاعد تمارس الرياضة الحمد لله. الحمد لله. شوف ربع اليربو كلهم رياضيين. جيد. وأنت واحد منهم. أنت إيش قصدك أبو عبد الله لازم يدش ويانا. أكيد. لازم ينضم حق المجموعة. أكيد. أكيد. أبو عبد الله ببدي معاك وبعدين بنروح بالحوار المفتوح مع بعض. أنت ترأست الأمانة العامة للتخطيط. صحيح. هل هناك تخطيط؟ الناس كلها تقول وهذا ترى على فكرة هذا نقاش دائر لمدة ما اقدر اقول لك ديكيدز. نعم. ما اقدر اقول لك سنه. نعم. يعني نعم. سنين عده. نعم. هل هناك تخطيط بالكويت؟ نعم حقيقه يعني يجب ان احنا ما نظلم التخطيط لان من بدايه عهد الكويت من بدايه حتى توسع مدينه الكويت والخروج خارج السور كان هناك تخطيط حضري موجود ونمع من خلال انشاء المناطق السكنيه المختلفه. ما كان في تخطيط اقتصادي واضح ولكن كانت في ملامح خروج الدوله من مكان ضيق الى مكان اوسع وتم فتح المدينة إلى أبعاد منتشرة قاعد نشوف أثرها الحين حاليا. لكن توقف التخطيط فترة طويلة جدا من 1986 كانت آخر خطة إنمائية مقررة وكانت في 1990 جاء الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت فتوقف في ذاك التخطيط ومضت مدة طويلة جدا من التسعينيات من بعد التحرير حتى 2007 الفترة اللي طلب مني أن أترأس الأمانة كانت هناك وزارة التخطيط وكانت هناك أمانة وكان المقترح وزارة التخطيط يعرض على الأمانة ويرفض خلال السنوات الماضية فحبينا أن نعيد تنظيم هذه العملية بإلغاء وزارة التخطيط وإنشاء الأمانة العامة على التخطيط والتنمية بحيث أن هم الذين يقومون بإعداد الخطة وعرضها على المجلس والمجلس تبناها ويعدل فيها ويقرها وتقر بعد ذلك من مجلس وزراء الموقر ومن تم مجلس الأمة. أنت الآن عميد كلية العلوم الإدارية بالتكليف في جامعة الكويت. عدل صح. فأنا كنت قبل أستاذ في الجامعة وكنت عميد مساعد. بعدين انتقلت إلى الأمانة العامة لمسألة التخطيط ثم رجعت بعد مرة أخرى إلى الجامعة وبعدين صرت رئيس قسم بعدين صرت عميد الآن بالتكليف. أنا قصدي إن أنت الآن عندك تقريبا قبعتين في لا توجه في التخطيط المستقبلي لكن على التنمية البشرية من عيالنا. التنمية البشرية والاقتصادية. والاقتصادية صحيح صحيح. طيب أنا عشان الحين أدشش أبو أحمد معانا في القصة. الحين هناك إنجازات في التنمية والتخطيط العمراني بشكل كبير نفس الوقت هناك بطء بالتنفيذ. طبعا وافقتني. طبعا يعني لا يمكن ان نقول بان مستهدفات الخطه والرؤيه اللي وضعها سمو الامير في السابق وكذلك لا زالت موجوده رؤيه 2035 لم تتحقق على ارض الواقع. التخطيط هو مثل روشتة اللي يكتبها الطبيب للمريض ولكن على المريض ان يقوم بالاعداد لحياه صحيه بعد ذلك والتمارين والادويه والعلاج حتى يصل الى المطلوب او اذا اردت ان تعد الى مباراه لكي تنتصر فيها لازم يكون عندك خطه للمدرب وخط اللاعبين حتى تصل فيها. لكن اللي حصل هو أن هناك تركيز كبير على وضع الرؤية المستقبلية وهي رؤية ممتازة ذاك الوقت حال الآن أيضا إعادة النظر فيها وكذلك كان يجب أن يكون هناك فريق إداري يقوم بتنفيذ هذه الخطة قادر على أن يكون في المؤسسة الحكومية قادر على أن يفهم مستهدفات الخطة طريقة تطوير هذه الخطة والمشروعات اللي فيها كانت نوعين مشروعات إنشائية ومشروعات تطويرية تمكينية تحاول أن تنتهض بالقطاع البشري. للأسف ما كانت أولوية تنفيذ هذه المشروعات موجودة وتقارير المتابعة المستمرة كانت تبين أن نسب الإنجاز كانت تقريبا صفرية لأول سنة. فلما قرأنا قناة قوس الخطر كان هناك في الحقيقة ابتعاد عن المتابعة والتركيز أكثر على قضايا اليومية قضايا الشارع. هذا متى صار؟ هذا أتكلم عن فترة 2010-2011 بعد إقرار الخطة في 2010. 2010. نعم. أبو أحمد وجهة نظرك في اللي انا قلت ما دام ابتسمت معناته انت موافق وبشده بس كونك انت بالقطاع الخاص انت قاعد تواجه هذه المشكله ودي اشوف الرؤيه اللي انت تشوفها من منظورك. وابو مشاري يعني شوف الانتقاد سهل وانا ما احب يعني اكون منتقد ولكن هو واحد من حرصه على 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 تطور البلد طبعاً. والنمو الاقتصادي وتنفيذ الخطط واحد لازم يقول اللي بقلبه. شوف رفع كفاءة المؤسسات والهيئات الحكومية هذا مطلب من زمان لازم يكون
ومع الأسف مو قادرين نوصل له. وهيمنة القطاع العام على اقتصاد البلد كذلك مو مبرر. اليوم إذا أنت توك تتكلم عن البطء والتنفيذ، إذا مشروع عشان يوصل إلى مرحلة فقط تلزيم التصميم، يعني مو ملح ما صمموه، بس إنه يلا يا فلان أو يا جهة يا مكتب يا مصمم عالمي تمام. نفذ قاعد ياخذ 4 سنوات. الله، هذا للحين أنت ما صممت، مو ما بنيت ما دقيت شبل لا لا لا، أنت قاعد تتكلم إنه عقد التصميم. فأنت أي مشروع قاعد تتكلمه؟ أي التصميم هذا عندي أنا كقطاع خاص ولا نتكلم؟ لا لا، حكومة، كحكومة حكومة. أي. فإحنا الحين النقطة الرئيسية، شوف، هيمنة كاملة من القطاع الحكومي على تنفيذ الخطة، أي خطة إنمائية عليه question mark. الحكومة لازم تصير ريجليتر، وشوف أنا من 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 مؤيدين يعني وايد أن لازم يكون أكو دور للحكومة قوي، لأن القطاع الخاص كذلك إذا عطيته فتشروم وايد ممكن يستغلها لهذا. وما تقدر دائما تقول والله القطاع الخاص كله زين أو القطاع الخاص كله مو زين، بس تبي صدق دورك ريجليتر. عرف لي كلمة ريجليتر حق منظم. منظم. أنت منظم مراقب. خلي القطاع الخاص أسرع منك. القطاع الخاص عنده إبداع أكثر منك. مو عيب، هذه مو سبة، هذا طبيعي. أنت خلك كجهة، أنت خلك محفز، ريجليتر محفز. إذا شفت قطاع بالاقتصاد نايم تعطيه حزمة تحفيزية عشان تخليه يرد مرة ثانية. نرجع إلى موضوع الاقتصاد أو الاقتصاد المستدام. أنت عليك أنت دائما تشوف اقتصاد نشط في كل محاورة، في كل السكترز مالته، في كل القطاعات. بس انك انت تتم هيمن على الاقتصاد، هذا عمره ما راح يولد عندك اقتصاد مستدام. راح يتم انت كقطاع عام عليك البردن، عليك الثقل. صحيح. انك انت وبعدين تبي صدق ايجاد الفرص من اساس الاقتصاد المستدام، ايجاد الفرص الوظيفيه لهالمجتمع الشاب. زين، اذا انت ما راح تكون عامل مهم وتعطي فتشة كافية، تعطي مجال كافي حق القطاع الخاص يدش، ترى أنت بتتحمل المسؤولية، أنت اللي بتدور وظائف، أنت اللي بيصير عندك مشكلة. حول المسؤولية هذه للقطاع الخاص بطريقة منظمة واضحة شفافة عشان الكل ياخذ حقه، الحكومة والقطاع العام. تصير مراقب، وتصير مراقب، وخلي هذا، خلي الجهد على القطاع الخاص. والقطاع الخاص قادر، ترى القطاع الخاص، شو القطاع الخاص الكويتي من بدت الكويت وهو نشط. صحيح. ومبادر وعنده القدرة، بس انت لازم تعطيه الفرصة وخليك مراقب عليه عشان لا هي تيكس ادفانس، لا ياخذ يستغل الفرصة. في نقطة مهمة جدا. طبعا. يعني احنا لازم، يعني لما سألتني من ساعة خاص وحكومي، لا انا ما امثل، لا ادري انا امثل التخطيط بشكل عام، بس بعطيك يعني نتجه لك كريجليتر. هو في الحقيقة لازم يكون الجهاز الحكومي هو الريجليتر. يعني حتى في الاقتصاديات المنفتحة تماما، احنا نسميها اقتصاديات السوق المفتوح، دائما يكون القطاع الحكومي هو قطاع الريجليتر. وتشوف انه اذا لما تمعن هذه الاقتصاديات في الابتعاد عن يعني حتى تمكين الحكومة من الريجوليشن، تبدأ أزمات. يعني أنت شفت الـ 2007-2008 أزمة الرهونات الموجودة، كانت معروفة أن فانمي فريدي ماك لما كانوا يعني يعطون القروض الحكومية بسهولة للمن لا يستحق، وما كان في مراقبة حكومية، نشأت أزمة مالية عالمية ارتفعت الكرة الأرضية كلها يعني ثمنها. لكن خليني أقول لك، لما سألتني سؤال أول كان وايد مهم، هل التخطيط في الكويت قائم على أسس علمية؟ يعني احنا نتكلم الحين عن مرحلتين، مرحله التخطيط ومرحله التنفيذ. في عندك مدرستين في التخطيط، في اما المدرسه تسمونها الانديكاتيف بلاننج او التخطيط التاشيري، وفي عندك نوع ثاني يسمونه الدايركتيف بلاننج، وهو التخطيط اللي هو القسري المرجعي، اللي هو يستخدم في الدول الشيوعيه الاشتراكيه، اللي تحدد المخرجات كل وزاره شنو المفروض تسويها، كم كيلو واط المفروض تنتج.
الخطط الحكومة الكويتية لأنها عندها سيمنة وسيطرة على بعض قطاعات، قطاع إنتاج الكهرباء والماء، قطاع مثلا المساكن الحكومية، فيما يتعلق في الغاز والنفط والتوزيع. طبعا التوزيع قد تم يعني برايفتايزيشن ماله تالي، ولكن لا زالت الأبستريم لا زال بيد الحكومة. فإحنا عندنا مشكلة كبيرة إن وضعنا الحالي ليس هو اقتصاد حر تماما، وليس هو اشتراك قطاع اشتراكي او من اشتراكي تماما، هو خليط بين الاثنين. في نفس الوقت عندنا معدل نمو سكاني كبير. صح. معدل نمو سكان الكويتيين كان يمكن 4.3 في مرحله ما في الثمانينات، نزل الى 3.8، الحين 2.8 2.7، ولكن لا زال نسبه الكويتيين تحت سن 29 سنه يمثلون 54% من السكان. صح. صح. يعني انت تتكلم عن هرم شبابي، قاعدته كبيره شبابيه. هو يحتاج الان الى خدمات تتعلق بالاسكان، تتعلق بالتعليم، تتعلق بالصحه، تتعلق اضافه الى هناك ايضا يعني اشياء جاءت مع النفط، وهو التنافس في الاستهلاك وليس التنافس في الانتاج. هذا على مستوى الطبائع الموجوده عند الكويتيين. فبالتالي تجد بان البروبنسيتي تو سيف او الميل للادخار عند الكويتيين اقل من الدول الاخرى. اضف الى ذلك انت في عندك برامج الرفاه المستمره، هناك دعم للطالب في التعليم العالي، هناك دعم ايضا للمياه والكهرباء. لما تسال الطالب في الكلاس روم تقول له كم تدفع في البيت على الكهرباء، ما يدنا كيلو فلسين حق كيلو وات في الساعه، ولا يدنا 800 فلس لل 1000 جالون، ولا يعرف ان هذا موجود بشكل اكبر. وهذا خطا منه. اي وبالتالي هذا خطا منه. انت عميد في الجامعه الكويت، هذا خطا منه. اذا احنا لازم هذا خطا التعليم. صح. بعدم التوعيه. صح. لا هذه اشكاليه. اوه هذه نقطه عوده. لذلك القضايا المهمه في الكويت الان هي التعليم وتشيئه الجيل الكويتي. ايوه. لانك اذا اردت ان تقيد دول الاقتصاد في المستقبل، هو يجب ان يكون لديك عنصر وطني فاعل قادر على ان يقوم بالإنتاج. طيب. يعرف أن المستقبل غير مستدام، يعرف تحدياته، يعرف يعني العناصر الموجودة في الدولة. ترى الكويت دولة صحراوية ما عندها ماء ولا عندها زراعة، تحتاج بالاستمرار إلى الاستيراد. لذلك يجب أن تغلب قوامات الحياة في هذه الأرض، وعلى ذلك لابد أن يكون عندك اقتصاد يستطيع أن يدعم الحياة. أنا ودي بس يعني شو يعني أبو عبد الله الدكتور عادل، طبعا يعني صعب يعني تنافسه في التخطيط، يعني لا شك انه انا ارجع عميد باكر يقول له الطلبه ايش حقه خليت احمد يغلبك في الطلبه. لا احنا نتعلم عن الله. لا مشارب احمد. انا برجع الى البساطه، ابسط شيء. رجع اليوم نتكلم عن الخطه 2035، انا ودي اخذها بس نقطه قبل. اي خطه ماكو رؤيه واضحه قبل لا تحط الخطه، وترى الرؤيه بسيطه، الرؤيه عباره عن جمله. يعني اليوم انا عشان اخطط لشيء، هالشيء هذا شنو؟ وهالرؤيه هذه لازم كل الستيك هولدر، كل الملاك، السلطه، القطاع الخاص، شركاء، كلهم شركاء لازم يفهمونها. يعني اليوم لما انت تقول لي والله الكويت قطاع مركز مالي اقتصادي، شنو؟ يعني بس تكفى فهمني. انا شخص اشتغل بالمال والاقتصاد، شنو معناته؟ وشنو انت سويت من يوم اللي اطلقت هذه الرؤيه الى اليوم يدعم اللي قلته؟ انت كل يوم تقول مركز مالي وتجاري وشراكه القطاع الخاص هي الملاذ الوحيد يقود. عطني شيء واحد سويته، سويناه كلنا عشان لا نحط اللوم على احد، سويناه كلنا بهالاتجاه. ماكو شيء. تدري ليش؟ لان انا اعتقد هذه رؤيه انقالت. اكو رؤيه لازم تكون واقعيه، واحنا بالكويت عندنا مشكله، كل شيء بنحله ويا بعض بنفس الوقت. ماكو نهضه. ترى اللي يقول لك اكو شيء اسمه نهضه شامله، هذا قاعد يقص عليك. ماكو شيء اسمه نهضه شامله. اكو نهضه اليوم تركز على مجال او سكتر او خطوه وتخلصها وتبني عليها. هذه سالفه اني انا بسوي كل شيء بنفس الوقت ما يصير. صحيح. اليوم خلنا نفرض انا، انت تو قلت كلمه واعتقد دكتور التعليم. أي. بس اعطي مخالف مثال سريع كذي. خذ راحتك. اليوم اذا انا بقول انا التعليم وهو هدفي الرئيسي في الفتره القادمه، تدري شنو؟ كل الكويت تشتغل للتعليم. صح. وزاره الاشغال ابي مدارسي. صح. وزاره الكهرباء لا تنقطع الكهرباء. الماليه اساس الميزانيه اولويتي حق التعليم. يكون اكو تركيز فوكس، مو اني انا اقول والله
برفع مستوى التعليم وبسوي الشوارع وبطور المدن وبسوي المركز، ما راح تقدر تسويهم. سو واحد ركز عليه اخلص منه. طبعا ما تنسى الباقي، بس اكو لازم اكو شيء ياخذ اولويه. هذه سالفه ان الكويت احنا دائما عندنا حل بنادوله باكر اخذها يصير زين، ماكو. هذه لا مو موجوده، لا يمكن. لازم ناخذها خطوه خطوه، ولازم نحدد اول شيء شنو اللي نبي نسويه ونركز عليه، والستيك هولدر كلهم، كل ملاك الفكره هذه كلهم يقعدون يحطون ايدهم هي عرفت مع بعض ان احنا ترى هذه النقطه اللي بنشتغلها. ترى كلام بعدين صحيح. ترى كلام بعض صحيح، بس المفروض نعرف يعني الموقف العام. في خطط علاجيه وخطط تنمويه. خطط علاجيه تتعامل مع المشاكل المقترحه او الموجوده على الارض، هذه مو معناها علاجها انك سويت تنميه. يعني انت لازم تعرف بان المجتمع لما ينمو تنمو احتياجاته، وهذا النمو وليس تنميه. التنمية النمو هو نمو طبيعي مع مرور الزمن، أما التنمية هي خلق فرص العمل للمستقبل. لذلك لما تكلم أحمد وخوش نقطة أنا قالها على موضوع التعليم، على سبيل المثال إحنا في خطة التأشيرية كنا نحط KPIs، ما نبي نقيس شنو مشاريعك، نبي نشوف الأوتكم من مشاريعك. أنت لما تحط في التعليم تبي تروح حق مؤشرات معينة، مثلا أداء الطلبة الكويتيين في التيمز والبيرز اللي هو اختبارات الرياضيات والفيزياء احنا من ادنى المستنيات في العالم، عندنا شجاعه ان دخلنا في الاختبارات. ممكن تعيدها لي مره ثانيه؟ احنا لا احنا ادنى شنو مستوى في هذا في التحصيل العلمي. بالضبط، في من دخل في التيمز والبيرز يعني ممكن دول العالم. ليش يحتجون لما تقول لهم احنا ادنى مستوى في العالم؟ ليش يعترضون الناس يقول لا احنا مو ادنى مستوى؟ لا بالعكس، هذا مقياس خارجي واضح. والافضل ابو مشاري ان نعترف بالخطا. شوف، من ينكر المشكله هو يعيش في حلم، صحيح. يعيش في خداع، يعيش في سراب. لذلك اول ما جاءت الخطه وانا في 2010 كنت قاعد مع زملائنا في مجلس التخطيط، كانوا يقولون لابد ان يكون عندنا مؤشر وليس مشروع. انت تبي اوتكم، تبي شنو سويت حق التعليم، شنو سويت حق الصحه، شنو سويت، شنو معدل الديابيتس في الكويت، شنو معدل امراض القلب في الكويت، شنو سويت على الكوميونيكابل ديزيز في الكويت. هذه مشروعات او مؤشرات تبين لك ان مستهدفاتك تم تحقيقها ام لا. الاشكاليه مثل ما تفضلت ابو احمد، وايضا ان ما كان في تعاون ما بين او حتى قرارات معينه تصدر تعاكس الخطه. انت تقول تحاول تقلل، تحاول ان توظف الكويتيين في القطاع الخاص وتحاول تعطيهم الفرصه، وفي نفس الوقت ترفع رواتب القطاع العام. ماذا حدث؟ سيكون هناك هجمه معاكسه. لما يتعرض القطاع الخاص لنكسه ماليه او لصعوبه ماليه، وهذه التقلبات موجوده، شو اللي حصل؟ من يذهب للقطاع العام يرجع مره اخرى للقطاع الخاص. لذلك يعني هناك الكثير من القرارات المعاكسه. ابو عبد الله، ابو احمد، انت من ساعه ذكرت سالفه شو اسمه الكويت فيجن، رؤيه الكويت 2030. انا يعني اعوذ بالله من كلمه، انا تم تعييني مستشار او خبير استشاري اعلامي حق الخطه هذه، واللي تم تعيينه عشان الناس ما تقول والله عينوك الواسطه، طيبه الامم المتحده، مكتب الامم المتحده في الكويت، فهم اللي قابلوني. اليو ان دي بي. ايوه، ثانك يو، يو ان دي بي. رحت وقريت الملف هالمتنه، قعدت اسبوعين اقرا، يدشون علي بالتخطيط نعم ويدشون علي وانا اقرا. وصلت حق مرحله خصخصه القطاع الصحي، هني طقيت بريك، قعدت اقرا، قمت اقرا اسوي ابحاث. الحين هذا الحكي 2012 ها؟ نعم. من 11 سنه ابو احمد، الحين السعوديه طبقت الخصخصه، طيب. واحنا بعدنا للحين موجوده على أحسن. كتاب. فانت من ساعه لما تقول احنا عندنا الخطط ولكن احنا بنسوي كل شيء بوقت واحد، غلط. فانا قاعد اوثق كلامك انه فعلا لازم نبدي شيء لكن نحط برايورتي اولويه حق هذا. الباجي يمشي، نخلص من هذا نروح نركز على رقم 2، رقم 3، رقم 4. يعني هذه يعني تبي صدق، هذه بكل اعتقد كل مشاكل او كل، ما ابي اقول مشاكل، الحمد لله يعني بالنهايه الكويت ديره ما شاء الله زينه والناس عايشه بطريقه طيبه وامان، لكن تحدياتنا كلها لو تلاحظها كلها بسبب انه احنا ما عندنا تنفيذ، خطه تنفيذ واضحه وتحمل مسؤوليه. ونرجع ونرجع ليش احنا، انا بديت يوم اول شيء قلته، قلت رفع كفاءة الناس اللي موجودة في الجهات المسؤولة. لين تقدر أنت اليوم، الحين أنت المسؤول، أنت تنفذ، أنت القطاع العام، أنت القطاع المهيمن. اليوم إذا أنت ما أنت قادر تحول جزء من مسؤولياتك إلى القطاع الخاص، أنت بتحمل مسؤولية. إذا ما ترفع كفاءة الناس اللي عندك،
ما راح تقدر تنفذ. فمعناته انت عندك مشكله في ربح الكفاءه، وعندك مشكله في نقل المسؤوليات الى القطاع الخاص. انزين يا اخي، هل اثنين واضحين؟ حط لهم خطوات واضحه وسوها. يعني رفع الكفاءه نرجع الى التعليم، الدورات التدريبيه، التطوير البشري. انت توك الدكتور قال عن موضوع مستوى الجامعه او مستوى، انا ادرس اتطوع الى تدريس ماده واحده في جامعه الكويت، ما راح اقول شنو. ادرس سنه رابعه خامسه، سنه رابعه يعني اخر شيء، يعني الموجودين 4 سنين. اوكي، مو في مجال الهندسي والعلمي وايد. اسال كم قيمة سعر برميل النفط من 28 طالب وطالبة، يمكن يجاوبني واحد أو واحدة. أقول انترست ريت كم، وهذه معلومات عامة. لا مو معلومات عامة، تبي صدق؟ لا مو معلومات عامة، تشوفها كل يوم مو مشاري. خليني أقول لك شيء، لا مو بس معلومات عامة، هذا البرميل قاعد يوكلك يشربك، يوديك تشرب قهوة، يخليك تركب سيارة. شلون ما تعرفه؟ شلون ما تعرف السعر؟ أنا التعليم في الكويت، أنا أعتقد عندنا شباب وشابات مميزين ما فيها روح تعب، بس يبي لهم صقل. لازم دششهم إيكو سيستم تعليمي قوي عشان طلعهم قادرين. الخامة أنا أعتقد 100%، إحنا أنا أعتقد سابقين وايد مجتمعات، عندنا خامة ممتازة، لكن ما عنده الايكو سيستم اللي تعليمي يدش فيه يطلع منه متميز مبدع. ابو احمد، تقدر تقول ان الخامه هذه، عشان ما نطلب الناس كلها، يعني في عندنا خامه جدا ممتازه من الكويتيين ما شاء الله عليهم، عقول فذه، ولكن اتس دايلوتد وسط المجموعه الحجم، يمكن فبالتالي يضيعون. وكذلك الفرص الحين، التمكين، نرجع الى الجماعه مثلا الحين القطاع الخاص، لما نقول عن الاستدامه وتمكين القطاع الخاص، لا ننسى احنا القطاع الخاص ترى مو كلها شركات اللي هي امهات 100 مليون ولا 300 مليون. قطاع المشاريع الصغيره، الشباب طبعا انا يعني خلي سامحوني شويه، انا ما طبعا اكو مبدعين في موضوع المطاعم، لكن هذه مو مشروعات صغيره. يعني مشروعات صغيره وايد اكبر من كذي، ولازم تعطى مجال قوي، لان هي اساس الاستدامه. اكو مشاريع كبيره اللي هي تغذي هذيلي وهذيلي يغذونها مره ثانيه، مو قاعد تعطى فرصة. أنا أعتقد حتى الصندوق الوطني أنا أعتقد يمكن خدر المشروعات الصغيرة أكثر، ما يعني بس عطاهم تمويل، ما مكنهم. في فرق بين التمكين وإن أنا بس أمولك، لازم تمكن القطاعات. أبو أحمد وعبد الله، أعتقد إن موجود في شريحة كبيرة حق مشاريع كثيرة موجودة، فالناس تختار كلها بسرعة، قهوة مطعم. هذه ظاهرة، فالمفروض يصير بلوك، يعني قصدك عشان تخليهم يتمكنون في لا أنا أقول شيء بشكل زي ليش؟ لأن بس هذا المجال مفتوح، باقي المجالات مسكرة، القطاع الخاص حتى العود مو متمكن. ترى القطاع الخاص بالكويت منفذ فقط، ما هو مبدع، ما هو مستثمر وايد، منفذ أكثر. يعني اليوم أكثر القطاع الخاص يشتغل على دقة سلف الحكومة. الحكومة ودك سلف، القطاع الاقتصاد ميت بالكويت، ما فيها رحت، ما فيها شيء، مو عيب. اليوم القطاع العام هو المهم من الاقتصاد. إذا الانفاق الحكومي ما يمشي، ما يمشي بالسيستم، تلقاه نايم. لكن إذا صار القطاع الخاص هو متحمل جزء المسؤولية، ترى صدق القطاع الخاص حتى شركات كبيرة ما تقدر تروحها، فلازم تروح حق منو؟ الصغار. هني راح تشوف الدورة. فبالتالي هني تأتي فكرتك إن تخلي الحكومة ريجليتر تعطي الفرصة حق القطاع الخاص، والقطاع الخاص يعطي حق بكل شرايحه. وبرجع حق موضوع وايد مهم طرحته مساء، هو القدرة التنفيذية للحكومة. أنت الحين تتكلم عن البنية الأساسية البشرية في القطاع الحكومي، وبالتالي هذول موظفين موجودين، مسؤولين موجودين، مسوى رئيس قسم، مدير إدارة، مراقب، وكيل مساعد، وكيل وزارة، وهكذا. المهم هني أنت تطالع شنو دور الإدارة الحكومية العليا في تشجيع تنفيذ مشاريع الخطة. هل سمعت عن مكافأة تنفيذ المشروع الخطة؟ هل سمعت عن تنافسية في أن هذه الجهة حاصل على المركز الأول في تنفيذ مشاريع الخطة؟ هل سمعت أن في مشروع أو جهة حكومية كوفئت أنها قامت بإجراء قبل أن ينتهي موعده أو حين موعده؟ أنت إذا عندك وظيفة متميز في شركتك، دائما تقوم بتقديره، تعطيه الإضافي، البونس، المكافأة، الترقية، الدرع، الوسام،
شيء يستنهض فيه، لكن لا، ما ترى أنت الآن الذي يعمل والذي لا يعمل هو سيان، بالعكس الذي يعمل قد يخطئ وليخطئ يعاقب، واللي ما يعمل لا يخطئ وبالتالي يكون محمل عقاب. لذلك أنت تحتاج الآن مثل ما تفضلت، بما أن الواقع الحالي هو أن الإدارة الحكومية هي المهيمنة والمسيطرة، خلنا نوسع البوتل نك هذا، خلنا نقدر نرفع القدرة الإنجازية. أنت الآن قدامك 250 ألف وحدة سكنية نحتاجها إلى 2035. توني جاي بدخل في هذا الكلام. انت سبقتني لاني بتكلم عن المطور العقاري وابي الانبوت منكم اثنيناتكم، لان يقولون المطور العقاري هو الوحيد الملاذ الوحيد اللي يقدر يدخل ويساعد الحكومه بحيث انه تنهي هذه المشكله. بس انت تطرقت حق الموضوع خارج اللقاء، فقلت اخذ وجهه نظركم. انت كنت امين عام سابق وشفت المشكله هذه، وانت رجل بالقطاع الخاص وشايف هالامور هذه كلها. ترى انا هل المطور العقاري بمشاري بمشاري انا ترى احمل قبعتين، انا في العلوم الاداريه يعني في القطاع الخاص، يعني احنا ندرب طلبتنا القطاع الخاص ولا يخص القطاع العام، ولكن لما ظروف عملي في القطاع العام استفيد من الخبره الحكوميه اللي خلينا نقول لك اياها. شوف اول شيء تعرف الحجم، المطور العقاري شنو المشكله عندنا؟ عندنا الان توقعات الاقبال على المساكن بحدود 250 الف وحده سكنيه لحتى عام 2035. القدره التنفيذيه القصوى للدولة ما بين 130 إلى 150 ألف. حق كم سنة؟ من 2035 القصوى. وايد متفائل. لا أقول القصوى هذه هذه التي يمكن يعني تكون out of the يعني of the previous history. السؤال هو كالتالي، إذا أنت عندك الآن فجوة، مجتمع شبابي يقبل على الزواج يكون أسرة يحتاج إلى سكن، عندك أيضا مجتمع شبابي كبير قاعة الأطفال واليافعين أعلى من كبار السن، أسعار الأراضي جدا غالية محصورة في قاعة جغرافية صغيرة، أسعار أيضا حتى التصميم الآن تصميم مكلف لأن ما هو الأوبتيمال ولكن الشروط البلدية الموجودة عندنا. إذا عندنا إشكالية، ما الذي سيحدث؟ سيكون تركيز في الأماكن الموجودة الآن، نروح حق البناء العمودي في المناطق السكنية الموجية، يزيد الضغط على الشوارع، تتكسر الشوارع، يزيد الازدحام، يزيد الضوضاء، يزيد المشاكل، وفي نفس الوقت تلقى أن الناس لما يكون مزدحمين عندهم مشكلة. المطور العقاري دوره هو أحد الوسائل التي تستطيع من خلالها الدولة أن تعطي المطور العقاري فرصة لتوفير اللي هو المستوطنات الصحيحة. أنت لازم ما يكون عندك مستوطنة عشوائية أو توزيع عشوائي، لازم يكون إصلاح، ولازم يكون أيضا فكر في أنك عندك منطقة شمالية، عندك منطقة جنوبية، عندك منطقة غربية، كيف تستطيع أنك تخلق كوميونيتي تجمع بينهم بحيث أنه ما يكون النشاط مركز في مكان واحد والبعيد يعتقد أنه هو خارج مدينة الكويت. هذه كلها موضوعات يمكن ما تكفي حلقتنا، لكن قاعد أقول بس أنا بستغل نص ساعة حق الموضوع لأنه يحص أمين يلامس شريحة كبيرة أبو أحمد. شوف يعني أنا يعني شوف أبو عبد الله الدكتور سيدة ويخال بخاف أنا يعني أمون خلاص أقولها. شوف سيدة موضوع التنفيذ هو التنفيذ مو هو المشكلة، أنت لازم تطالع المشكلة شنو بشمولية. ترى التنفيذ جزء منها لكن الكونسبت كله كفكر إسكاني لازم الناس تستوعب شنو معنات الفكر الإسكاني، شنو هل هو فقط تنفيذ بيوت ولا هل هو تمويل ولا هل هو، فأكو أبعاد مختلفة اللي تقدر تحل القضية الإسكانية. تمام. إحنا عندنا مشكلة رئيسية في الكويت، الأراضي. صح صح. زين إذا اليوم الواحد لو يعيش، سبحان الله شلون تربط الأشياء. مساء نتكلم عن الاقتصاد المستدام ونتكلم عن تنويع المصادر. تخيل أنت عندك ثالث أهم أصل ممكن تستثمره عندك، وأنت قاعد تشتكي إنه هو مو موجود أو رير اللي هو الأرض. عقب النفط اليوم ثروتك الفعلية أرض، عندك استثمارات ما شاء الله استثماراتنا ممتازة، عندك النفط والاستثمارات، الأرض اليوم أنت عند الكويت قاعدة على 7 تقريبا 8% من 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 مخزون من مخزونها الاسم. أنت لازم يكون عندك آليات إلى تحرير هذه الأراضي وتدخلها سيستم بطريقة مدروسة
تحفظ حقوق العامة للدولة، ونرجع نقول لك تشارك فيها القطاع الخاص عشان الموضوع يمشي. هو مو اني انا كم بيت اقدر اسوي، هو انا شلون ابدي احل المشكلة. اول شيء تحليل الاراضي، ثاني شيء وجود ادوات تمويلية طويلة الاجل. اليوم طلع قانون، شوف أيه. الناس قاعد تشتري اللي هو البانكس لونج تيرم، هذا 25 30 المورجج لون قانون الرهن العقاري. هذا اذا ما اذا شوف انا اقول لك اياها، انا مستعد يعني اتراهن ما ادري اذا يصير يقول ترى ان بعدم وجود قانون الرهن العقاري القضية الاسكانية في الكويت لن تحل. خلصنا تمام. زين، عندك تحليل الاراضي، ادوات مالية او تمويلية، بعدين تفكر في طرق التنفيذ. بس أول شيء هذيل يطالعهم، ولازم عندك تشريعات. شوف الأرم التشريعية أو اليد التشريعية مجلس الأمة يحاولون، وجهودهم الله يعطيهم العافية، كل واحد يحاول يجتهد، ما نبي ننتقد أحد. لكن مثلا اليوم القانون اللي طلع عن الأراضي والقوانين الأخيرة اللي طلعت عن الأراضي يمكن هي جيدة، ولكن ينقصها شيء أو فيها مشكلة بالمستقبل الناس ما تشوفها، وذلك الاستعجال بالتشريع ما هو زين. يعني اليوم البنوك اللي هي إيدك وريلك بالتمويل، إذا أنت منعتها أن تسوي شيء حق القطاع الأسكاني شلون تبي تطور؟ إحنا عندنا اليوم تشوف ناس تستثمر بالاستثمار السكني اللي هو الشقق، وبالتجاري اللي هو المولات، وبالصناعي. زين، كل العالم، كل العالم ولا أكو ولا ديرة بالعالم ما عندها القطاع الخاص أو القطاع خاصها ما يكون عامل أو فاعل رئيسي في القطاع السكني. ليش بالكويت لا؟ أنا بس بفهم ليش بالكويت لا؟ أبو أحمد، أنا مرة طرحت هني على تلفزيون الكويت، قلت إن أنا تيني إيميلات ودقيت تليفون أتأكد، فقالوا لي سويسرا فرنسا أي مكان روح 1% على 25 سنة و30 سنة بس، تعال اشتر. نعم. تعال اشتر بيت. نعم. نعم. قلت لهم يا جماعة ليش احنا ما عندنا كذي؟ نعم. لقيت ان البنوك يبون يسوون هالطريقة، بس احنا ما عندنا ريجوليشنز احنا نقدر نسويها. نعم. فبالتالي عشان كذي احنا ما نقدر نساعد. صحيح، انا عندي بس وجهة نظر ايضا، يعني اسمح لي ابو احمد. اي ابو عبد الله، الموضوع ترى بنخلص الحلقة عليك. يلا توكل. لان في غاية الأهمية ويهم الشباب. طيب. ويهم الأسر بشكل كبير. ترى موضوع تنفيذ المباني، انا ما يعني القدرة التنفيذية ما جئت فيها لان اقول إن هو الأساس العصب أبدا. التخطيط الحضري بالأساس مو فقط بناء مساكن، هي بناء كوميونيتيز. يعني بمعنى آخر أنت قاعد تخلق مكان يعيش في الإنسان مدة طويلة من العمر، عنده أولاد، وأولاده راح يكبرون وبعدين راح يكون عندهم أماكن أيضاً يستقلون فيها، يحتاجون إلى مناصحات خضراء. يعني أنت عارف أن الحين ظاهرة الاحتباس الحراري قاعد تصير قريب من مدينة الكويت وضواحيها بسبب تلاصق مباني. وجود المواد اللي نستخدمها الآن في البناء قاعد ترفع من درجات حرارة المناطق الموجودة، خاصة المناطق البعيدة عن البر، يعني اللي ما يدش فيها الهواء، وتحتاج طاقات التكييف إلى معدلات أكبر. وأنت عارف أن طاقة التكييف تستهلك 80% من القوة الكهربائية أثناء فترة الصيف. إحنا الحين وصلنا إلى معدلات كبيرة جدا من استهلاك الطاقة الحالية عند وزارة الكهرباء والماء. والعلم ميزانية وزارة الكهرباء والماء 3.2 مليارات و280 مليون، إضافة إلى ذلك ما تحتاجه من دعم للوقود وبناء الشبكات. لذلك المنظومة الإسكانية المفروض أنها ما تنظر على أنها يعني مجرد مطور عقاري وتعال اشتغل. لا، أنت عندك في الحقيقة تخلق يعني مساحة حضرية يعيش فيها كتلة سكانية. بس أبو عبد الله عفوا، يعني علشان أنا ليش أقعد أفكر في ناس ودول ثانية كثيرة مطبقة يا أخي، اخذها أبلايت حق الكويت بس. أو هذا السؤال ما هو إنفنشن. لذلك إحنا عندنا الحين نموذج موجود، نماذج صار عمرك. لا، نموذج في الكويت موجود الآن. أي. اللي هو مدينة صباح الأحمد بحرية. أي. الحين صارت كمطور عقاري، اشترى من الأرض، بدأ يقوم بعقارات وقاعد يشتغل. لكن لاحظ كفاءة العمل في هذا العمل مقارنة بالقطاع الحكومي. أي. لما يكون الخطوط الأساسية مرتبطة بعقود حكومية تجد التأخير فيها. نعم. وتجد أنا لذلك الموضوع أن يكون هناك مطور أو عدة مطورين يقوم بتوفير مثلا التمويل وبناء المستوطنات من غير ما يكون هناك دراسة لكيفية سدامتها لمدة 30-40 سنة، بعد ذلك حتكون في البداية فرصة وبعدين مشكلة. يعني أنا بس خل يعني أنا التنفيذ عندي ما هو الهاجس الرئيسي.
اليوم موضوع الشعب الكويتي او العائله الكويتيه لما يصير لها احتياج اسكاني صار اكو ستيريوتايب، صار اكو بوكس لازم انا اصير نفسه اطبع. انا اعطيك مثال اليوم، ليش ما انت تقول انا كجهه ريجليتر اقول انا بوفر سكن هذا بس، ليش تلبسني جاكيت؟ وانا اقول يعني دائما اقولها، اقول ليش تعطيني فورمه يعني فريم وايد محدد وتبيني انفذ لك اياه؟ انت فقدت واحده من اهم الاشياء اللي بها القطاع الخاص، الابداع. الابداع والتفكير خارج البوكس هذا اهم ما يجيب لك يا قطاع الخاص. اذا انت جيت قلت له انا بقانون المطور العقاري ابي 400 متر زين، ليش؟ زين انا اليوم لو اشوف اكو اراضي داخل الديره، اليوم ترى يعني مدينه الكويت داخل فيها اراضي وتفتقر فقيره بالسكن، فقيره بالسكن. اليوم انا اقدر اغطي، ما عندي ارقام ولكن اقدر اغطي نسبه جيده من المطلوب اليوم من طلبات أسكانية داخل مدينة الكويت بس بنماذج مختلفة. أنا أسأل سؤال، عمارات يعني قصدك؟ أسأل سؤال ومشاري. أنا أقول لك شيء، أنا اليوم أنا عندي عيالي، أنا أمس خاطب حق عبد العزيز هذا رقم ثلاثة، الله يبارك فيكم. عبد العزيز وإخوانه اليوم اللي زوجوا قبله يقولوا لي، إذا عيالي يقولوا لي ترى إحنا أنا ما أبي من أول يوم أقعد ببيت. شوف من أول يوم ما بيقعد بيت. تمام. فمعناته إن اليوم شوف إيش كثر أكو ناس قاعد يسكنون في شقق. صح؟ صح. وشقق داخل بيوت. إيه. بالمناطق النموذجية. معناته الشاب الكويتي الأسرة الصغيرة قادرة حق أول 5 إلى 10 سنوات من عمرها تسكن في مكان مثل هذا. صح؟ صح. ويمكن تكمل. وهذا واقعي. زين. لو أي أنا أقول له واحدة من الحلول الإسكانية إني راح أملكك شقة في مكان وايد قريب تقدر تمشي تروح مكتبك حق شغلك وترجع تروح الجيم بعدين تروح تشرب قهوه وكله وراك حديقه الشهيد تمشى فيها وهذا حقك. اذا كبرت عائلتك بيعها وروح اشتري شيء ثاني ماكو يعني. انت لا، انت واحد تو متزوج عمره تو متزوج بس هو ومرته، روح قدم طلب اسكاني اخذ 400 متر للبيت. زين شو يسوي بالبيت؟ واحدة من الحلول الإسكانية إن لا تطالع السكن ما يطلع البيت إلا بعد 20 سنة 25 سنة. بس لا عفوا، هو كلامه صحيح وانت كلامك صحيح، لكن أكثر الناس يقولون إحنا مو متقبلين سالفة الشقق كتمليك أبو أحمد. ها بس أنا أقول لك شيء، بس معنها معنها وايد زينة. أنت عطى إياها عطى عطى حل متكامل. يعني اليوم وهني هني هذا وايد مهم. هني نقول اليوم يا أخي لا تحاول تحل كل شيء طقة واحدة، لا تحاول تحل القضية الإسكانية مرة واحدة. اليوم يعني ناخذ عمران حياة على قد عقله، هذه فكرته اللي يتكلم عنها. يا أخي أنت تمام، القطاع الخاص يبي يسوي كذي، يا أخي أنا خصص لك الأرض داخل المدينة زون قفلته سو فكرتك زينة. طب مو زينة خلاص وقفت أنا. صحيح. سو طبق افكار، اقدم على زون وقول حق البلديه ترى هذا مو حق الكل، مو الكل يقدر يسوي هالموضوع. هذا زون سبيشل تحفيزي. صحيح. اخلص منه يمشي اكمل. اي افكر بالقضيه الاسكانيه كلها شلون اسويها مره واحده. صح. والكهرباء احنا سوينا شويه برودكشن، واعتقد الدكتور قالها. انا اعتقد اذا عشان التطوير الحضري يقدر يخدم الطلبات، أكثر من ثلث ميزانية الدولة لازم تروح بس حق هالقطاع، أكثر من ثلث. تخيل يعني شيء أنت أوردي قاعد تقول مستحيل يصير. زين إذا هذا مستحيل يصير يا أخي اطلع بأفكار مختلفة، شوف شو اللي يمشي. بس إحنا مثل ما أنت مساء قلت، إحنا كلنا نبي نبتكر حل كويتي. ماكو شيء اسمه حل كويتي، أكو عالم، أكو تجارب. يا أخي خذها تجربة زينة اطبعها، مو عيب. ابو احمد هو نفس الموضوع. يعني انا اذكر ان مجمع الصوابر يخلق الى حد ما الفكره اللي تفضلت فيها،
وجدنا مجمع صوابر تم إنهاء وجوده لأنه انتقل بشكل بيع من الداخل إلى أماكن أخرى، وثبت أن العائلة لا ترغب أن تكون في أماكن. طبعا لازم نشوف نقطة مهمة، ترى مو كل الشعب الكويتي متساوي في متطلبات المنازل، هناك شرائح مختلفة، هناك من يقبل بالسكن في الشقة، هناك من يرغب في طابق معين، هناك من يرغب في ناس يعتقدون بأن السكن المثالي هو يم أرض أبوه أو بيت أبوه، وبعضهم يقول لك لا، لما يكون مثلا إحنا كوميونيتي عائلة، وبعض يقول لك لا والله ما متفارقين ما عندي مشكلة. فالأذواق والرغبات عند الجمهور عند المواطن الكويتي مختلفة، وأعتقد أن الحل اللي تفضلت فيه أو الطريقة اللي تفضلت فيها قد تكون يعني interesting to see، يعني إيش راح يصير في لما طورناها. لكن في حال عدم موجود منظومة تشريعية تحكم المنافع المشتركة، يعني مثلا التنظيف، يعني حينما تشتري شيء في البيت في أمريكا في عندك أشمو وعند لا وفي بس دكتور في قانون اتحاد الملاك فيه موجود، بس يحتاج يتطور، بس موجود اتحاد الملاك موجود بالضبط، وتحتاج وفي هناك جمعيات معينه، هناك تصويت لكل شخص، هناك ايضا انتخابات كل سنه يتم فيها الأشمو. أبو عبد الله الأشمو في أمريكا أنا جربتها أبو أحمد، يعني هني بالكويت أوكي، بس هني ترى ما يحترمون الاتفاق هناك. أنا طلعت وأنتم كرامة زبالة مو البلاستيك، في عندهم زبالة بلاستيك وزبالة اللي هي باقي الأكل، طلعت باقي الأكل في يوم اللي يجون يأخذون البلاستيك كان ينزل لي شي، يقول ليش مطلع هذه بدال هذه، هذا إنذار شفوي ثاني مرة $500 تدفع $150 صح. فإذا تم تطبيق خطوات كلام. معينة تخلي الناس يحترمون أحسنت النظام مال دور ريجليتر دور ريجليتر هنيتي الدولة تصير ريجليتر، بس قانون اتحاد الملاك موجود وتقدر تطوره وتقدر أهم شيء تمكنه عشان تصير ترى يعني دكتور الصوابر أنا أعتقد كانت فكرة ناجحة. مشكلتين واجهتها، واحدة ترى المصمم لما جاء وهذه علمني عنها استاذنا صباح الرئيس قال أنا مو مستعد استلم المشروع من كثر ما في سوب التصميم، هذا رقم واحد. رقم اثنين ما كان في اتحاد ملاك، ما كان في إدارة، ولكن كفكرة أنا أعتقد لازم تعطى فرصة. الكومباوندز كل مكان بالعالم في كومباوند طبعا زين، ليش احنا بالكويت ما كومباوند؟ طبعا الدوبلكسز عندي سبع دقائق بس في شيء مهم، احنا مش الوقت بسرعه اي طيب وقت معاكم عجيب الله يسلمك. احنا دائما التفكير عندنا لما نقول والله احنا نبي بيوت، نبي اسكان، نبي بيوت، دائما يكون هناك يعني كميه الامتار للبناء كبيره. يا اخي انت اذا انت بتمشي على الفكر مال عيالك اللي توهم قاعد يقولوا لك احنا ما نبي شيء مكان كبير، اوكي سووا مساحه البنيان 250 متر، وانا ما اقصد فيها المساحه الارضيه، لا المساحه الارضيه خلها 400، لكن مساحة البنيان تقلل فيها التكاليف علشان المطور ما يكلفه وايد والبنك ما يدخل ويدفع وايد، فبالتالي احنا ما نتكبد فلوس وايدة على المدى الطويل. عرفت قصدي؟ بشاري يعني بالنهاية تدري هذه ثقافات، وترى احنا قاعد نبني عشان عيالنا، والثقافة مصيبة يعني أيوة. ترى الثقافة eats planning أيوة. for breakfast على قولتهم يعني عرفت قصدي. فاحنا عندنا ثقافة، هذه الثقافة مع الوقت ان شاء الله واحد يقدر يحسنها، اللي هي الاستفادة المثلى من السبيس. واليوم انا اقول لك شيء، ترى هي دائما لما تعطي، انا دائما اقول لما تعطي لما تعطي البرودكت او الفكره وتعيش الناس فيها غير لما تتكلم عنها. اليوم لما انا اقول له انا الحين مستعد لو تجيب 100 واحد، قول له والله انا بعطيك بيت 250 متر. انا اعتقد من ال 100 99 بيقول لك روح زين، لكن لو اروح ابني له انفايرمنت ب 250 حلو عنده باك يارد واكو شيء مشترك وهذا، واقول له الحين تعال من ال 100 اسكن، اللي بيقول لي لا 10، التسعين بيقول لك تم. أبي أضيف عليك شيء واحد، بس أضيف عليك شيء واحد، إن تو جارنتي تضمن إن يا حبيبي أنت تحاتي عيالك في الوقت اللي عيالك راح يكبرون ويتزوجون، ترى فيه موجودة في بلش الحل، إيه الحل موجود، بلش الحل. بالتالي لا تقول أبي مكان كبير عشان استوعب عيال لما يتزوجون. فهو من يشوف إن الحلول وهني نرجع ترى بخلف، أنا 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 ولد القطاع الخاص، فدائما راح أدافع عن القطاع الخاص ودائما راح أرجع عط القطاع الخاص الفرصة إنه يبدع، أنت مكنه وصير ريجليتر، لا تخليه
لا تخليه يتجاوز، لا تخليه يستغل الفرص. أي. حقك كقطاع عام حق أطب. حتى ترى الأسكان لو أنت، أنا ما بأذكر أسامي، في بداية 2000 آخر التسعينات بداية 2000 ترى أكو كثير من الشركات سووا بيوت في مناطق سكنية كلنا نعرفها، نجحوا نجاح وأكو عوائل ساكنة فيها ومستانسة. زين، هذا راويك قطاع الخاص شلون قدر مع كل القيود اللي محطوطت له قدر يوصل. فأنت يا أخي مكن القطاع الخاص، شوف يعني حرر الأراضي معك أحمد، وجد الـ 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 الفكرة التمويلية اللي هي قانون رهن، وقعد ريجوليتر، وقعد ريجوليتر أنت. نعم. إذا يعني هذا طبعا المطور العقاري هو ليس الحل الوحيد، هو أحد الحلول المتاحة الآن، لكن لازم نفهم بأن لما تكلمت من ساعة عن 250 ألف وحدة سكنية والقدرة التنفيذية الموجودة عندنا حقيقة هي قدرة متواضعة، ترى الفجوة ما بين المطلوب والمتاح راح يكون أكبر، وبالتالي إذا ما كان في عندنا حل سريع لهذا الموضوع الكرة الثلج هذه راح مو بس تخلي أسعار الأراضي الآن تدبل، بل راح تجد أن هناك كثافة سكانية عالية موجودة في أماكن لا تستطيع أن تسوي بها. يعني لاحظ الآن، والملاحظة الغريبة الآن، أن مواقف السيارات في المناطق الجديدة أصبحت غير موجودة، ونتيجة التأجير اللي قاعد يحصل تأجير جائر بالضبط. معنى ذلك أن في حلول الآن السوق أفرزها، لأن في طلب واستجابوا الملاك لهذا الطلب بتوفير طابق أو شقق عندهم. صح. لذلك ترى القطاع الخاص ولو أن أهلي ولو أن مو مرخص ولكن عنده يعني صار في شيء اسمه بيت استثماري. بس أنا بحذر منه الآن كشخص ينظر للمستقبل، هو أن فقط انتظار المطور العقاري كفكرة وحيدة لحل هذا الموضوع ما راح يكون أفضل، راح يكون أيضا حل حكومي وحل أيضا آخر جديد. يعني الإبداع الموجود عند الكويتين كبير جدا، ولما تشوفه ينتشر في دول أخرى تستغرب أن هذا المواطن الكويتي الذكي الذي لم يعطى الفرصة في بلده حقق مشروع في دولة أخرى. فالمفروض نقوم باستضافته مرة أخرى ونقول تعال هذا بلدك أبدع فيها. ما أبي أصير متحيز، أنا أحب البنيان وهذا شغلي، ولكن نرجع إلى بداية الحلقة. إن إحنا قاعد نتكلم عن الاقتصاد بشكل عام، وصلنا إلى الإسكان اللي هو جزء رئيسي من الاقتصاد. ترى الموضوع التشخيص نفس الشيء، ترجع على كل القطاعات التشخيص نفس الشيء. التشخيص إن أنت خليك منفتح شوية، هالانغلاق الشدة في التعامل افتحها، تشريعاتك خلت تصير مرنة، ارفع من كفاءة الناس اللي أنا قاعد أروح لهم كقطاع خاص، ومكن فعلا القطاع الخاص من الموضوع، ولا يصير حكي اليوم خل نقعد ونتصارع ونطق بوكسات القطاع العام والقطاع الخاص، بس آخر شيء نطلع شيكينج هاندز، إن أعرف دورك تعرف دوري. اليوم عندك حق علي كقطاع خاص، أنا استغليت بعض المواقف، قول لي وحاسبني عليها. وأنت القطاع العام ارفع من كفاءتك، بس بالنهاية إن حكي والله لا القطاع الخاص تمام، ما نقول حكومة تمام، وآخر شيء لا يمكن، لا طبنا ولا غدا الشر مخفي. لا يمكن. مشكورين وايد، استمتعت في لقاء أسرع منا ماكو، خذينا ساعة وما غطينا اللي احنا نبيه، لكن أتمنى أن الرسالة تكون واضحة حق الناس اللي تابعونا من حيث الاقتصاد، وأيضا شغلة مهمة جدا اللي هو الإسكان. صحيح. نشوفكم إن شاء الله على خير. مشكور أبو أحمد، الساعة المباركة، ودكتور عادل، مشكورين وايد على وجودكم معنا، وإن شاء الله لنا اللقاء آخر الساعة المباركة 4 ساعات يا بينا. حياكم الله. شوفكم على خير، خلكم مشكورين.